دلوقتي كل الناس اللي قدرت توصل لمناصب كبيرة اتعلموا القراءة والكتابة، عشان العلم كله موجود في الكتب، بغض النظر ان مفيش اي حد فيهم عايز يشتغل كاتب. يعني اللي طلع مهندس واللي طلع دكتور ما كانش هدفه انه يشتغل كاتب، وعايز يشتغل دكتور وعايز يشتغل مهندس، بس اتعلم القراءة والكتابة ليه؟ لان دي الوسيلة اللي هتخليه يقدر يتعلم اكتر في الهندسة، وتخليه يقدر يتعلم اكتر في الطب، فيقدر يوصل لمناصب كبيرة. طيب دلوقتي المعلومات اتغيرت، احنا في زمن تكنولوجيا المعلومات، المعلومات بقت موجوده على الكمبيوتر، بقت موجوده بشكل مختلف. مش المعلومات بس، انت كل حاجه حواليك بقت كمبيوتر، الموبايل، الثلاجه، التكييف، العربيه، كل الحاجات دي بقت جواها امبيدد سيستمز. حياتك العاديه انت بتتعامل كل يوم مع كمبيوتر في كل مكان. عشان تقدر تنجح في الزمن ده انت لازم تتعلم برمجه، لازم تعرف الامبيدد سيستمز اللي موجوده في كل حته حواليك دي شغاله ازاي. مش عشان تشتغل مبرمج، انت مش لازم تشتغل مبرمج زي بالظبط، انت مش لازم تشتغل كاتب، بس كل اللي انت تتعلم برمجه ده هيخليك تقدر تتعلم اكتر في مجالك، هيخليك تقدر تنجح اكتر في الزمن اللي احنا فيه ده.